دابا الغابه ما كيستافد منها حتى شي واحد. دابا في الوقت انه داروا عليها السياج الحائطي على اساس ان كما كنقولوا ان الغابه يعني اللي حمايه ديالها، كنلاحظنا انه العكس بان الشجار بدات كتموت، ما عرفناش شنو هو الاسباب. هو السبب الرئيسي كما كيتقال اللي هو واضح، وهو ديال المدينه الصفيه. الا ان المدينه الصفيه داك كيستافدوا منه فلاحه يعني كيسقوا من الاراضي الفلاحيه ديالهم، وبالنسبه للغابه هي اللي في حاجه هاد المياه كتستافد غير المياه العادمه. فعلا بالنسبه لهذه الغابه هذه اللي كتعتبر انها متنفس ديال مدينه الدروه، كتعاني من 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 التلوث، يعني نظرا للجوار كاينه بالجوار ديال المحطات ديال تصفيه المياه العادمه ولا ديال الصرف الصحي، زياده على يعني ما كاين حتى شي رعايه ولا يعني في مخطط ديال الصفقات ديال اللي كيديرهم المجلس، يعني الشركه اللي مسؤوله على المخطط يعني ولا الشريط الاخضر ولا المناطق الخضراء ما كتدخلش في اطار العنايه بهاد المرفق يعني الوحيد. وبالنسبه الى بغينا نهضروا على هذه الغابه، راه ماشي هي معزل عن يعني واقع ديال مدينه الدروه. السبب ديال الاشجار علاش كتموت؟ لان كاين تما واحد المركز ديال التصفيه اللي كاين تما كاينه، الذي لا يحترم بطبيعه الحال المواصفات الدوليه والعالميه في هذا الاطار، في اطار المحافظه على البيئه، في اطار المحافظه على الفرشه المائيه. وهذا الشيء كيلزمو كذلك تدخل ديال وزاره المياه والغابات والمندوبيه الساميه عفوا المياه والغابات، اللي خاصها تدخل باش انها تقوم بواحد الحلول جذريه في هذا الاطار وتقوم بالمعالجه. كنشوفوا دابا ستيب يعني فاض، يعني الطاقه الاستيعابيه والحموله ديالو فاضت، وخرجات للساكنه ديال المشروع اللي كتعاني دابا من شلي ولا، وكتعاني من مجموعه من الامراض، والناس عانت من الحساسيه، وهذا كارثه بيئيه تهدد ماشي غير الغابه ولكن تهدد الحجر والبشر وكل ما يدور حول ذلك الوسط. وبالتالي خاص واحد التحرك جذري من عند جميع الاطراف، من عند جميع المتدخلين في هذا الاطار هذا، باش يفكوا هذه الاشكاليه اللي كتعاني منها هذه الغابه. كان مفترض ان يكون فيها واحد المتنزه اللي كان صدق عليه المجلس الجماعي، والا انه صادم مجموعه ديال يعني ديال العراقيل ولا مجموعه ديال المشاكل بانه عدم تصفيه الوعاء العقاري. كان كيعاني مجموعه من الطعون ومجموعه من التعرضات. مع انا شخصيا كمستشار طرحت هذا السؤال لانه اساسا يكون في جدول الاعمال الدوره ديال دورة اكتوبر، وكما ربما لاحظتوا انه الرئيس ما ذكرش هذه النقطه نظرا لانه راسل السلطات المختصه. ولكن يعني ما فهمناش المجلس الجماعي ديال مدينه الدروه شنو يعني الاجراءات اللي دار، ولا شنو هما الخطوات اللي دار، ولا شنو هما المبادرات التشجيعيه لجلب الاستثمارات اللي يمكن لها شفنا يعني تخرج لنا هاد الغابه من الواقع ديالها، مع العلم انها في موقع استراتيجي. وهذا كنعتبروا ان مكان ممكن ان الجماعه لو انها استغلته ممكن انها يعني تنمي المداخيل ديال المجلس، وميم طون توفر واحد الفضاء للساكنه المحليه ولا للساكنه المجاوره ديال الجماعات يعني المجاوره. حرام ان تكون عندنا واحد المساحه بهذاك الحجم وبهذيك الكيفيه ما تستافدش منها الساكنه التي تنعدم فيها كل الشروط وكل المرافق اللي خاص تكون في واحد المدينه فتيه، مدينه اللي جات على مقربه من مطار محمد الخامس، مدينه اللي كتعتبر كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا العتبه ديال الدار على باب الدار، فرع عتبه الدار راها مسخه، وبالتالي راه غنعرفوا حتى الدار كي غتكون. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.